بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الهادي إلى صراط المستقيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اليوم من مجزر البساتين، يوم الخميس الموافق 18/20/20، تم تحميل 11 طن إلى المديريات الآتية: مديرية أوقاف الشرقية 2 طن، مديرية أوقاف الإسماعيلية 3 طن، مديرية أوقاف دمياط 3 طن، مديرية أوقاف بورسعيد 3 طن، ومع كل سيارة من هذه السيارات مفتش عام من تفتيش الوزارة لتوصيلها إلى السادة وكلاء الوزارة في المديريات السابقة، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.